بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي ومحبي الكرة الطائرة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من استديو نادي الأهلي لإذاعة مباراة الكرة الطائرة بين فريقي الأهلي ودلفي في الأسبوع الثالث للكرة الطائرة الممتاز أنيسات. الأهلي لعب ماتشين، تأجلوا الماتش الأولاني مع الصيد لأن سفر بعض لاعبات النادي الصيد في منتخب الناشئات المشارك في بطولة العالم لكرة الطائرة الشاطئية في تايلاند، وفاز الماتش الأسبوع أو الجمعة اللي فاتت على نادي وادي دجلة 3-0. يبقى الأهلي وفاز الأسبوع اللي فات على أصحاب الجياد 3-0، يبقى الأهلي 6 نقاط في الأسبوع الثالث، وهيلعب ثالث ماتش النهارده باذن الله. الاهلي في القياده الفنيه الكابتن ابراهيم فخر الدين، وبيعاونه طبعا كابتن محمود الوزير مدرب عام، ومعه محمد حسن ديمتري اخصائي تقني، والدكتوره هدير وحيد، واللواء ايهاب عبد المنعم، وسيد ابراهيم اداري. بنقول ان النادي الاهلي نادي اصحاب بطولات، طائرة سيدات دائما وابدا في المقدمه، ويعني البطوله حوالي 39 دوري عام و35 كاس و8 كؤوس فريق الوصيف، والنتيجه دلوقتي التعادل 1-1 بين فريقي النادي الاهلي ونادي دلفي الإسكندرية من منطقة الإسكندرية. الجهاز هنقول التشكيل حضراتكم حالا دلوقتي، ونقطة نقطة للنادي الأهلي في، وتقدم النادي الأهلي 2-1 والمقدمة حمراء في ثالث لقاء وبالأسبوع الثالث للدوري الممتاز أنيسات. ان شاء الله دايما الاهلي صاحب انتصارات وصاحب انجازات وصاحب بطولات. والنقطه الثالثه للنادي الاهلي، الاهلي متقدم 3-1 لدلفي، وهنقول لحضراتكم حالا التشكيل. طبعا الاهلي فيه 2 محترفين، واحده من مونتينيجرو اسمها تاتانيا بوكان رقم 3 في مركز 4، وأوريلا تومبو رقم 5 في مركز 2 فرنسية الأهلي. الأهلي متقدم 4-4 النادي الأهلي، وعلى إيدك اليمين النادي الأهلي بزيه المعتاد الأحمر، وعلى إيدك اليسار نادي دلفي بالزي الأزرق. وادي لاعب رقم 6 من النادي الأهلي ميار خليفة، وإرسال قوي وضربة محاولة من فريق دلفي ولكن خارج الملعب، والنقطة الخامسة للنادي الأهلي، ويتقدم النادي الأهلي 5-1 دلفي. وهقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي: ميار خليفة على الإرسال رقم 6، آية خالد رقم 17 موجودة في الملعب، وادي إرسال من أعلى، استقبال من دلفي، محاولة من نادي دلفي ولعب خلفية، و17 آية خالد طالعة رقم 4 من النادي الأهلي دعاء الغباشي، وبتضرب ولكن جت سهلة وهتصد كده مش حلو من مي غزال ومن آية خالد، وبيبقى خارج الملعب. آدي فريق النادي الأهلي: مي غزال رقم 14، وآية خالد رقم 17، ورقم 6 ميار خليفة، و4 دعاء الغباشي امام حضراتكم، ورقم 15 من دلفي هتلعب الارسال هنا كريم، وما ضربه ساحقه من مركز 3 من آية خالد رقم 17، وبتجيب النقطه رقم 6، ويتقدم النادي الاهلي 6-2 دلفي. ورايحه مي غزال اهي طالعه آية خالد، وبتضرب من مركز 3 سريع، ومي غزال على الإرسال، إرسال قوي بيعود مرة تانية للنادي الأهلي، وبتعد دعاء محمد رقم اللي هي معد الفريق، إرسال مرة تانية من النادي الأهلي، والنقطة 7، الأهلي 7-2 دلفي. وادي أمام حضراتكم أهو حائط صد خارج الملعب من رقم 4، ومحاولة مرة تانية خارج الملعب، و لا داخل الملعب نقطة إيس
بتجيبها مي غزال. يلا يا غزال 8-2 وفارق 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. وقت مستقطع طلبه الكابتن كسراوي اللي هو المدير الفني لنادي ديلفي السكندري، ويحكم هذا اللقاء الحكم الاول احمد عيسى وعبد الله مختار من منطقه القاهره. اهي اهي اخر نقطه داخل الملعب ونقطه لنادي الاهلي. ادي الكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني وحوليه لاعبات النادي الاهلي، وادي الكابتن كسراوي مدير الفني لنادي ديلفي وحوليه لاعبات نادي ديلفي بيصحح الاخطاء. وطبعا اكيد في فارق في الناحيه الفنيه، لاعبات النادي الاهلي احسن ومستواهم الفني اعلى. الارسال من مي غزال، استقبال مره ثانيه ومحاوله من النادي الاهلي لتوسيع الفارق، وفعلا نجحت رقم 4 دعاء الغباشي واتسعت دائرة الفارق إلى 7 نقاط، الأهلي 9-2 نادي ديلفي السكندري. الإرسال مع النادي الأهلي، مباراة سهلة، مباراة يعني مش قوية ولا حاجة، مش يعني مش هنشوف فيها مستوى فني عالي من الكرة الطايرة يعني، أكيد لأن المستوى الفني للنادي الأهلي أعلى وأحسن وصاحب بطولات وصاحب إنجازات. وأدي محاولة ضربة خلفية من دعاء، ومرة تانية من دعاء الغباشي رقم 4، ولكن خطأ على دعاء، تبقى النقطة الثالثة لنادي ديلفي. ديلفي 3 الأهلي 9. على الإرسال رقم 8 حنين طارق، هتلعب إرسال من أعلى، إرسال هناك كده استقبال ودعاء ومي غزال يا غزال، وضربة صحيحة كده بتجيب النقطة رقم 10. يتقدم النادي الأهلي 10-3 لنادي ديلفي السكندري. 4 الإرسال دعاء الغباشي رقم 4، هتلعب إرسال كده قوي، استقبال ومحاولة وصد ناجح من آية خالد ومن دعاء محمد معد الفريق رقم 20. هذه الإعادة اهي أمام حضراتكم، بنشوفها في الإعادة مرة تانية، وضربة صاحقة وحائط صد ناجح 100%، الحائط الصد الناجح اللي هو يجيب نقطة للقائم بحائط الصد. وادي برضو هنا في هنا يعني فور باس أو زي ما بيقولوا 4 كرات، والحكم حسبتها لصالح نادي الأهلي، والنتيجة 12 الأهلي 3 ديلفي. استقبال من ديلفي، إعداد كده بإيد واحدة، واستقبال تاني من ليبرو النادي الاهلي ندى وليد رقم 2، وحائط الصد ودبل او بنقول عليها تاتش بلوك، وتبقى خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي 13-13 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. رقم 4 على الارسال دعاء الغباشي، بتلعب ارسال قوي، استقبال اعداد بجر كده وضرب خلفي ومحاوله، والكوره بتيجي في حائط الصد. زي ما بقول لحضراتكم مباراة سهلة للاعبات النادي الأهلي، والنتيجة 14-3، وده الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وديلفي، ودي المباراة الثالثة. إن المباراة الأولى طبعا تم تأجيلها طبعا لسفر اللي هي بتاعت الصيد، ودي المباراة الثالثة، ومفروض في مباراة كانت مع وادي دجلة، والأهلي متصدر ب6 نقاط. نقول لحضراتكم الماتشات اللي هتتلعب في نفس التوقيت، وهنقول لحضراتكم الترتيب بتاع الفرق. وادي نقطة للنادي الأهلي، النقطة 16. بقول لحضراتكم مباراة سهلة ومباراة يعني مش محتاجة قوة ولا مستوى عالي ولا أي حاجة. وادي النقطة 16، في تغيير هيعمله الكابتن قصراوي المدير الفني لنادي ديلفي. ادي المجموعه الاولى، ديلفي 7 نقاط، الاهلي 6 نقاط، وطبعا ديلفي لعب 3 ماتشات، الاهلي لعب ماتشين بس، الاهلي خد فاز على وادي دجله وفاز على اصحاب الجياد. وادي دجله في المركز الثالث ب6 نقاط، الشمس في المركز الرابع 3 نقاط، الاتحاد السكندري 3 نقاط في المركز الخامس، اصحاب الجياد في المركز السادس، الواي المسيحيه اسكندريه في المركز السابع بدون نقاط، الصيد في المركز الاخير طبعا ما لعبش ولا ماتش لحد دلوقتي، وطبعا هيجي يلعب ماتشاته او لان في لعيبه ناقصه منه. الاهلي 17،
امام حضراتكم دعاء محمد معد الفريق، استقبال اعداد من نادي ديلفي، محاوله ثانيه من دعاء وضربه ساحقه كده من رقم 11 ساره امين، رقم 11 ضربت مركز 4 وبتلعب اهي، طالعه في مركز 4 وبتضرب وبتجيب النقطه 18 الاهلي 3 ديلفي، وادي محاوله من ديلفي لتقليل الفارق، ولكن 15 نقطه فارق كتير قوي 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 ده يعني. وادي محاوله، وادي حائط الصد الاهلاوي لساره امين وايه خالد، وبيجيبوا النقطه 19 والاهلي 19 3 ديلفي. ده الشوط الاول في مباراه الاهلي بصاله الشهداء بفرع الجزيره للنادي الاهلي، فرع الاهلي بالجزيره، والتقدم لنادي الاهلي 19-3. وادي محاوله من فريق ديلفي، وادي دعاء بترفع تاني لساره امين وبتجيب النقطه 20. المباراه ما فيش فيها ضغط عصبي ولا نفسي، مباراه سهله، مباراه تحس انها يعني من طرف واحد او وان سايد جيم زي ما بيقولوا. وادي الارسال مع النادي الاهلي، نقطه للنادي الاهلي، النقطه 21 الاهلي 3 لنادي ديلفي. وادي الارسال كلاكيت اهو، دعاء محمد رقم 20 معد الفريق، كوره ثانيه من الارسال اهو، رقم 4 دعاء الغباشي تلعب ارسال ولكن خارج الملعب يا دعاء، مش لازم نضيع الارسال يعني. عفوا، الارسال مع نادي ديلفي، 4 ديلفي 21 الاهلي في فرق سكور 17 نقطه، مباراه سهله جدا جدا يعني. ارسال استقباله دعاء بترفع وغمي غزال بتضرب خلفي، امداد مره ثانيه وحائط صد ايه بترفع لساره امين، ونقطه 22 النقطة 22. مباراة اعتقد هتكون سهلة خالص. 22-4 والارسال مع ايه خالد، حوار كده مع لاعيبة النادي الاهلي الليبرو وندى وليد مع كابتن ابراهيم فخر الدين، اكيد بيقول لها على حاجة او عفوا. ديلفي بيلعب الكورة وحائط صد، لا يا جماعة مش معنى ان احنا قلنا مباراة سهلة نضيع نقاط بقى، لا. النقطة الخامسة لنادي ديلفي، والإرسال مع ديلفي مع رقم 16 من ديلفي نادين ياسر، هتلعب إرسال نادين ياسر، إرسال من أعلى استقبال كده وإعداد مرة تانية ومحاولة وحائط صد من ديلفي ولكن خارج الملعب، والنقطة 23 23 الأهلي 5 ديلفي 23، والتقدم لأصحاب الفانلة الحمراء. الإرسال مع دعاء محمد رقم 20 معد النادي الأهلي، إعداد من ديلفي ومحاولة وجابت نقطة، جابوا نقطة كده النقطة الستة، 6 لديلفي 23 النادي الأهلي، كتر خير. وعلى فكره كابتن قصراوي، لان انا شايف السكور بتاع نادي ديلفي كلهم لاعبات 19 سنه و17 سنه، يعني عندك روان محمد دي 19، مكوس مؤمن 19، نادين ياسر كانت بتلعب الارسال دي 19 سنه. وادي ضربه ساحقه من مي غزال، يا غزال يا غزال الدلع، 24 الاهلي 6 ديلفي، اهي طالعه وضربه بسم الله ما شاء الله، 24-6 نقطة ويخلص الشوط الأول لصالح النادي الأهلي. بتلعب سارة أمين، إرسال إعداد مرة تانية وخطأ ونقطة للنادي الأهلي، خطأ على نادي ديلفي، والنتيجة 25-6 ونهاية الشوط الأول من مباراة الكرة الطائرة الممتاز ألف أنيسات في الدوري للموسم 23-24. وفاصل ونيجي لحضراتكم راحة ما بين الشوطين الأول والثاني. مع حضراتكم في الشوط الثاني،
من مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي لكرة الطايرة سيدات ونادي ديلفي من صالة الشهداء بفرع الأهلي بالجزيرة. والشوط الأولاني خلص 25-6 لصالح النادي الأهلي. بيقام هذا هو الأسبوع الثالث أو الأسبوع الرابع، الأسبوع الرابع لكرة الطايرة في الموسم 2023-2024. الأهلي لعب ماتشين والثالث كان اتأجل، هو الأولاني بتاع الصيد. أدي أصحاب الفانلة الحمراء نادي الأهلي بيقروا الفتحة مع بعض عشان يبتدوا أو بداية طيبة للشوط الثاني. الشوط الأول خلص 25 زي ما قلت لحضراتكم 25-6. وادي ادي الشوط الثاني هيبقى على ايدك الشمال فريق او ايدك زراعك الايسر النادي الاهلي بزيه الاحمر، وعلى ايدك اليمين فريق لاعبات نادي ديلفي بالزي الازرق. كابتن النادي الاهلي كابتن ابراهيم فخر الدين بيحاول يشرك لاعباته، هو مدخل شروق فؤاد رقم 9 اللي هي معده الفريق الاساسي. دي كابتن مروه حسني الحكم الدولي بتحكم هذا اللقاء. ارسال مع نادي الاهلي، شروق فؤاد رقم 9 بتلعب ارسال خارج الملعب يا شروق. شروق فؤاد، مي غزال، ايه خالد، ساره امين رقم 11. طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين عايز يجرب كل اللاعبات. والارسال مع نادي ديلفي، ارسال من اعلى استقبال ومحاوله كده من ندى وليد رقم 2 للدفاع عن الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. النقطه الثانيه خطا على لاعبات النادي الاهلي، كره مزدوجه، شروق رايحه تتكلم. استقبال اعداد مره ثانيه من النادي الاهلي، ومي غزال بتضرب ومحاوله طبعا لادراك التعادل. بقى كده الاهلي فارق 2 لصالح نادي ديلفي. ضربه ساحقه خلفيه من رقم 4 دعاء الغباشي. 10/10 يا دعاء، تسلم ايدك. ورايحه ساره امين رقم 11 على الارسال. 1 الاهلي 2 ديلفي. ارسال من اعلى، ساره امين رقم 11 هتلعب ارسال خارج الملعب. يا ساره خارج الملعب، في ايه اللاعبات مالهم كده؟ ساره ضيعت وشروق فؤاد ضيعت. لا لا، 3 ديلفي 1 النادي الاهلي. والارسال مع ديلفي رقم 1 امينه محمد كابتن الفريق، تلعب ارسال من اعلى ندى وليد شروق. يلا يلا يا دعاء، هذه النقطة الرابعة. 4 الأهلي 1، 4 ديلفي 1 الأهلي. استقبال إعداد شروق وضربة ساحقة من مي غزال وحائط صد كده. الظاهر لعبة يعني لاعبات نادي ديلفي بيلعبوا على حائط الصد وبيستغلوا بعد الفرص او الاخطاء. وخمسة الديلفي 1 النادي الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال ندى وليد، اعداد شروق، ضربه ساحقه من هنقول لحضراتكم من دعاء الغباشي رقم 4 وبتجيب نقطه. وستة رايحه على الارسال، ميار خليفه ميارة على الإرسال. 6 إرسال من أعلى مع الواز، استقبال كده، إعداد من ديلفي، محاولة واستقبال مرة تانية من ميار شروق. ضربة ساحقة في خطأ على النادي الأهلي، كورة مزدوجة. استقبال مرة تانية أهو في الإعادة أمام حضراتكم. بص في خطأ أهو على في الإعداد خارج الملعب. وإرسال مع النادي الأهلي، الأهلي 3 6 ديلفي.
والإرسال مع النادي الأهلي مي غزال رقم 14، هتلعب إرسال من أعلى، إرسال من أعلى مع الوازب أهو، استرسال قوي، استقبال ومحاولة وحائط صد جوه الملعب. والنقطة الرابعة نحاول بقى نتعادل ونفرق، لأن إحنا مستوانا أحلى وأعلى وأحسن وأفضل. مي غزال رقم 14 أمام حضراتكم أهو في الخلفية، كابتن رؤوف عبد القادر اللي كان مدير فني لمنتخب السيدات والنادي الأهلي، وكان مدير نشاط رياضي للنادي الأهلي، وحاليا بيمسك البطل الأولمبي في النادي الأهلي أو الإعداد الأولمبي. مي غزال على الإرسال، وخمسة الأهلي، ستة ديلفي، إرسال من أعلى أهو، استقبال مرة تانية ديلفي وبيلعب، ومحاولة من ندى وليد، شروق فؤاد وطالعة دعاء الغباشي، وبتجيب نقطة التعادل. التعادل 6-6 الشوط الثاني. مي غزال على الإرسال أهي، يلا يا مي، إرسال من أعلى يا مي مع الوزن، استقبال اعداد هناك لنادي ديلفي، وارتفاع تاني على الملعب، شروق بترفع وبتلعب دعاء الغباشي، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة السبعة. سبعة الأهلي، ديلفي ستة. هنشوف ده الشوط ده متهيألي هياخد أكتر من الشوط التاني أو الشوط الأولاني. عفوا. مي غزال إرسال من أعلى، استقبال من ديلفي ومحاولة كده، ولكن يا مي انت لسه لعب إرسال حلو، معلش. 7-7 التعادل. ديلفي بقى طمعه شوية، قال لك بقى احنا كنا أحسن ومتقدمين. إرسال مع ديلفي رقم 16 من ديلفي، اللي هي نادين ياسر، ومحاولة ايه من دعاء الغباشي، والنقطة الثامنة. 8 الأهلي، 7 ديلفي. أهو شروق فؤاد عدى وطلعت دعاء وضربت أعلى حائط الصد، وبتجيب النقطة 8. دعاء على الإرسال، استقبال نادي ديلفي، واحد إعداد أمينة وحائط صد، والنقطة التاسعة. 9 الأهلي، قلنا الأهلي تركوا الأهلي هيتعادل وهيرجع إن شاء الله، ورجع أدي تعادل ورجع، وفرق نقطتين لصالح النادي الأهلي. دعاء الغباشي رقم 4 على الإرسال، استقبال من أعلى ومحاولة مرة تانية. 9-8 والإرسال لصالح نادي ديلفي رقم 4 على الإرسال. روان محمد على الإرسال، استقبال مرة تانية ومحاولة من نادي ديلفي الوصول إلى نقطة التعادل. هي طالعة شروق بتعد، وآية بتضرب ضربة ساحقة سريعة من مركز 3، ونقطة التعادل، وإرسال ضايع من النادي ديلفي، والنقطة العاشرة للنادي الأهلي، والإرسال ينتقل إلى النادي الأهلي. 10 الأهلي، 9 ديلفي. آية خالد على الإرسال، إرسال قوي بيجي فيه لاعيبة رقم 11 من ديلفي، ومرة تانية الأهلي شروق بتضرب سارة أمين من مركز 2، ومحاولة مرة تانية من شروق بتلعب لميار خليفة مرة تالتة، وهو حائط صد، وعايزين يسيبوها وسابوها فعلا بره الملعب، والنقطة العاشرة لديلفي والتعادل. التعادل 10-10. الشوط ده احتمال يطول شوية، هنشوف هيطول ازاي. مرة تانية النادي الأهلي، ومحاولات مي غزال بتلعب ضربة ساحقة، ومرة تالتة ورابعة بنقول إن الأهلي بيلعب أحسن، وأهي أهي ضربة ساحقة قوية
من مي غزال كده مستقيمه وزاويه قاتله وبتجيب النقطه رقم 11 شروق فؤاد. معد الفريق رقم 9 من اقدم اللاعبات في النادي الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال خارج الملعب ومحاوله من لاعبات ديلفي لانقاذ الكره، ولكن الكره لم تتعدى ملعب ديلفي وتبقى نقطه للنادي الاهلي، النقطه رقم 12. 12 شروق فؤاد على الارسال، تلعب الارسال من اعلى، استقبال من ندى وليد ومحاوله من مي غزال وضربه ساحقه وحائط صد، والليبرو بتاع نادي ديلفي رقم 22 اللي هي نسيم ابراهيم البدري، محاوله منها ان هي تنقذ الكره ولكن ما لحقتش الكره وتبقى نقطه للنادي الاهلي، النقطه 13. اعداد مأمينة وحاوله من النادي الاهلي، نقطه كده. الارسال مع نادي ديلفي 11 ديلفي 13 الاهلي، ومره ثانيه ومحاوله كده وضربه ساحقه من النادي الاهلي والنقطه 14. ادي كابتن قصراوي والجهاز الفني لنادي ديلفي ومعاه فهد رفعت مدرب واحمد حسن اخصائي الاحمال، وامامنا رقم 11 من النادي الاهلي ساره امين على الارسال، استقبال امينه وبتلعب ومحاوله ودفاع عن الملعب من دعاء. مره ثانيه مي غزال، لا يا مي نقفل ايدينا لما نيجي نضرب، بنضرب ونقفل زاويه الضرب. الارسال مع امينه محمد، ارسال من اعلى، استقبال، محاوله مره ثانيه لنادي الاهلي وحائط صد كده من لاعبات النادي الاهلي، بيتكلموا مع الحكم الثاني يعني ميار ومي ان الخطا ده يعني مش اهو امام حضراتكم هم الاثنين طالعين ولمسوا الشبكه اعتقد، اهو بص لمسوا الشبكه، الحكم الثاني حسبها شبكه عليهم. استقبال النادي الاهلي ومحاوله من ميار خليفه ثاني، طلع دعاء مره ثالثه ورابعه، ايه دعاء الغباشي مركز من مركز 4 ولاعيبه رقم 4 وبتجيب النقطه 15. الاهلي 15 13 14 لفريق ديلفي، والارسال مع ميار خليفه رقم 6، هتلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال ومحاوله كده من ايه خالد، صد لا تصد ولا ترد، والنقطه رقم 16 وما زالت ميار على الارسال. اهي ايه طلعت وضربت الكوره، استقبال والكوره لا تصد ولا ترد زي ما بنقول، وتيجي منها نقطه مباشره. استقبال كده مش كويس من رقم 14 من نادي من مريم احمد نوفل من نادي ديلفي، وتطلع خارج الملعب مره ثالثه ورابعه، ميار خليفه على الارسال، 6 على الارسال في وقت مستقطع طلبه الكابتن قصراوي، وقت مستقطع الفني الاول او الوقت المستقطع الاول لكابتن قصراوي، احنا بنقول ان تم الغاء الوقت المستقطع الفني للمباراه اللي هو كان عند النقطه 8 وكان عند النقطه 16. اهو الكابتن ابراهيم فخر الدين بيدي تعليماته وبيتكلم مع كل اللاعبات ولو في اخطاء بيقول لهم عليها. وادي الكابتن قصراوي وادي نادي ديلفي ولاعبات نادي ديلفي امام حضراتكم بالزي الازرق، ونزل وانتهى وقت المستقطع اللي طلبه قصراوي او الكابتن قصراوي المدير الفني لنادي ديلفي، والفريقين في ارض الملعب، والارسال مع ميار خليفه رقم 6 من النادي الاهلي. ميار هتلعب ارسال من اعلى، اهي ميار تلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال امينه بتعد، محاوله مره ثانيه من لاعبه نادي ديلفي رقم 11 ومحاوله كده من النادي الاهلي، ضرب خلفي من ساره امين مره ثانيه، دي جوه الملعب، دي جوه الملعب.
جوه الملعب من اللعيبه رقم 11 من نادي ديلفي. اهي اهي دي اللي جت نقطه اهي في ارض الملعب جوه الملعب، اسمها سما هاني ورقم تلعب تحت 19 سنه. ارسال استقبال النادي الاهلي، بيلعب الكره مي غزال، استقبال مره ثانيه ديلفي وحائط صد وتغطيه من ساره ودعاء وضربه ساحقه مي غزال مره ثانيه مره ثانيه. ديلفي بيلعب، بقينا نشوف في كوره مستمره شويه بعيد عن الشوط الاولاني خالص، والنقطه 15 لصالح نادي ديلفي. 15 ديلفي، الاهلي 17، والارسال مع نادي ديلفي. اهي امام حضراتكم رقم 11 سما هاني، لعيبه 19 سنه من فريق 19 سنه. وادي محاوله ثانيه من ايه، ضربه ساحقه من مي غزال وبتيجي في حائط الصد، حائط صد مشروف من ديلفي، والنقطه 18 للاهلي 15 ديلفي. اهي طالعه وضربه في الاعاده. الارسال مع مي غزال رقم 14 مي غزال، ارسال قوي، امينه بتعيد، محاوله كده وضربه ساحقه قويه، اتجرأوا لاعبات ديلفي وبيشوطوا بزاويه كروس من مركز 2 لمركز 1، وضربه ساحقه ونقطه لنادي ديلفي، والنقطه 16. اهي امام حضراتكم النقطه اللي عدت دي، اهي امينه بتعد والكره بتشيلها لعيبه النادي الاهلي، ونقطه على النادي الاهلي، وديلفي 16 الاهلي 18. اللي لسه جاي قدام شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي بالزي الاحمر وفريق ديلفي في الدوري الممتاز الموسم 2023-2024، والاهلي متقدم في الشوط الاول 25-6، وده الشوط الثاني، ومحاولات من نادي ديلفي لتقليل الفارق، واصبح الفارق نقطه واحده للنادي الاهلي. هو تقدم في هذا الشوط فريق ديلفي، وبعد كده تعادل النادي الاهلي وقدر يفرق مره ثانيه، ولكن تعادل اهو فارق نقطه واحده فريق ديلفي لصالح النادي الاهلي. والارسال مع النادي ديلفي، ارسال استقبال ومحاوله من النادي الاهلي لزياده الفارق وانهاء الشوط الثاني، ومحاولات كده وحائط صد وخطا على فريق ديلفي، فور باس او اربع كرات، ونقطه للنادي الاهلي نقطه 19، والارسال مع النادي الاهلي. امام حضراتكم رقم 11 اهي، اللي هي سما هاني اللي هي 19 سنه من نادي ديلفي، ومحاوله ثاني وآية خالد، حائط صد قوي بترجع الكوره لنادي ديلفي، محاوله ثانيه، اعداد شروق بتلعب لدعاء هناك في مركز او وساره امين هناك في مركز اربعه، وتضرب وحائط صد وطالعه آية خالد، ولكن فور باص، نقطه للنادي ديلفي، والنقطه 18 18 ديلفي، الاهلي 19، وهي طالعه وضربه ساره امين، ومحاوله من آية خالد، ولكن آية كده جابتها بسرعه، والشروق جابتها وعدت طبعا، وهي النقطه اصلا محسوبه فنقطه لنادي ديلفي. ارسال مع نادي ديلفي، ارسال من اعلى، استقبال شروق، ضربه ساحقه من آية خالد، ولا احسن ولا اروع من كده. يلا يا آية، مركز 3 سريع، 20 الاهلي 18 لفريق ديلفي. وآية خالد على الإرسال، هي جابت النقطة 20. آية على الإرسال، آية خالد، إرسال من أعلى يا آية. استقبال ديلفي، إعداد أمينة، محاولة من نادي ديلفي. وادي النادي الأهلي، وادي ميار خليفة، وبتجيب النقطة من المعدة شروق فؤاد، والنقطة 21. 21 الأهلي، 18 ديلفي، ثلاث نقاط فارق. الشوط ده زاد شويه عن الشوط اللي فات. ادي آية خالد على الارسال، بتلعب ارسال من اعلى وبيجي في الشبكه، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه للنادي ديلفي، وينتقل ارسال الى ديلفي على الارسال رقم 14 مريم احمد، هتلعب ارسال من اعلى، 19 ديلفي 21 الاهلي، استقبال من دعاء،
اعداد شروق ومي غزال بتلعبها كده وبتجيب نقطة، النقطة 22 للنادي الاهلي. مي غزال لاعبة خلفية اهي جاية من الخلف ولعبتها، طبعا لعبتها حتى بـ 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 يعني باطراف الصوابع كده وجابت منها نقطة. شروق فؤاد على الارسال، بتلعب شروق استقبال اعداد امينة وضربة ساحقة من سارة سما هاني وخارج الملعب، ونقطة للنادي الاهلي 23 الاهلي 19 ديلفي. كابتن ابراهيم فخر الدين في وقت مستقطع تقريبا، واخده كابتن قصراوي الثاني وقت مستقطع الفني او الوقت المستقطع الثاني اهو امام حضراتكم، وبيدي تعليماته للاعبات ديلفي. والنتيجة 23 الاهلي 19، وادي تعليمات الكابتن ابراهيم فخر الدين بيتكلم معاهم على بعض الاخطاء في الضرب، بيقول لها يا ماي ارجعي بايدك واضربي، خلي بالك من طريقه اداء الضرب. شروق فؤاد على الارسال 23 19، ارسال من اعلى استقبال اعداد امينه تضرب، ولكن في خطا كره محموله وحسبتها كابتن مروه نقطه ل نادي الاهلي 24 الاهلي 19 ديلفي، ونقطه وينتهي الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي. ارسال استقبال من امينه اعداد وسما بتلعب ومحاوله مره ثانيه، وادي اهو وهقعد صد، والنقطه 25 19 للنادي الاهلي، وينتهي الشوط الثاني للنادي الاهلي 25 19. والشوط ده قعد حوالي يعني حوالي 20 دقيقة أكتر من الشوط اللي فات، وراحة ما بين الشوطين الثاني والثالث، ونفاصل ونعود لحضراتكم مرة تانية. مع حضراتكم في الشوط الثالث من مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي ديلفي في الدوري الممتاز أنيسات للكرة الطايرة موسم 2023-2024. امام حضراتكم عاد بعض نقاط الشوط السابق اللي كان الشوط الثاني والشوط الاول، الشوط الثاني والنتيجه تقدم النادي الاهلي شوطين مقابل لا شيء. الشوط الاولاني 25-6، الشوط الثاني 25-19. وادي على ايدك اليمين فريق النادي الاهلي بالزي الاحمر، وعلى ايدك اليسار فريق نادي ديلفي بزيه الازرق القطري. النادي الاهلي مي غزال 14 17 ايه خالد 11 8 هي نزلت، هو طبعا بيلعب عايز يلعب بكل اللاعبات. رقم 8 من النادي الاهلي اللي هي مريم ثروت المعده بتاعت الفريق، نزل مكان شروق فؤاد. كابتن مروه حسني بنت الحكم العالمي المرحوم محمود حسني. وادي الارسال مع نادي ديلفي، وارسال من اعلى استقبال كده واعداد خلفي وضربه ساحقه خارج الملعب، والنقطه الاولى لنادي ديلفي. وقلنا التشكيل للنادي الاهلي، مريم ثروت نزلت معده مكان شروق فؤاد، وايه خالد موجوده رقم 17، وامام حضراتكم انا اقول لكم الاسماء تاني، ودعاء هي راحه ساره امين رقم 11، واثنين ندى وليد رقم 2، واربعه دعاء الغباشي رقم 4. والارسال مع ساره امين والتعادل 1-1. ساره على الارسال تلعب ارسال من اعلى وبيجي في الشبكه يا ساره وندى وليد اللي هي ليبرو الفريق رقم 2. والارسال مع النادي ديلفي 2 ديلفي 1 الاهلي، والارسال رقم 1 من ديلفي امينه محمد معد الفريق، تلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي وخارج الملعب، وده ايس او دي نقطه مباشره لنادي ديلفي، جت في الملعب او جت على خط الملعب بتحتسب نقطه للفريق القايم بالارسال. رقم 7 على الارسال، سوري مش 1، 7 من نادي ديلفي اللي هي شيرين محمد، هتلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد مره ثانيه لثروت مريم ثروت، ومحاوله ثانيه لمريم وفور باس، كوره محموله من لاعبات النادي الاهلي، والنقطه الرابعه زي سيناريو الشوط الاولاني الشوط الثاني ولا ايه؟ ديلفي تقدم لحد ما خد تقريبا 5-1 او وتعادل بعد كده النادي الاهلي،
بتلعب وارسال ضايع من شيرين رقم 7 محمد، والارسال مع النادي الاهلي والتقدم تقدم لنادي ديلفي 4 والاهلي 2، والارسال مع النادي الاهلي على الارسال من النادي الاهلي مريم، لا ميار خليفه بتلعب ارسال من اعلى استقبال كده، وطبعا استقبال جه في الشبكه ونزل ملعب نادي ديلفي وبيبقى نقطه للنادي الاهلي، ورايحه ميار خليفه رقم 6 اهي، ميار خليفه من اللاعبات الفريعات او ذات الاطوال اللي باينه واضحه في النادي الاهلي، وهيبقى لها مستقبل اكيد قوي. يعني الكره خارج الملعب او الارسال خارج الملعب، هي خالد رقم 16 اهي، رقم 17 نزلت الليبرو ندى وليد، والارسال مع نادي ديلفي وخمسه ديلفي ثلاثه الاهلي، ارسال من اعلى استقبال كده واعداد وضربه ساحقه من ايه خالد سريع، دايما المعده سواء شروق فؤاد او مريم ثروت بتعد الايه خالد سريع في مركز ثلاثه عشان تقدر تجيب نقطه. في الشوط الاول ما خدش 10 دقائق، الشوط الثاني خد حوالي يعني نقول 15 دقيقه يعني. نقطه ومحاوله من النادي الاهلي، 4 الاهلي 5 ديلفي، وصول التعادل ونقطه لنادي ديلفي، خطا برضو على النادي الاهلي، اخطاء بسيطه ولكن يجب تداركها. الارسال مع سما من لاعيبه نادي ديلفي رقم 11، خارج الملعب نقطه للاهلي، والارسال مع النادي الاهلي ونقطه 5، النقطة 4 5 5 6 5 الأهلي 6 ديلفي، والإرسال مع مي غزال رقم 14، إرسال من أعلى مي كده بتلعب رقم 11، سارة بتلعب الكورة لا تصد ولا ترد وتجيب منها نقطة، هي طالعة سهلة ورجعتها بصوابع ونقطة للنادي الأهلي ونقطة التعادل. دعاء الغباشي رقم 4 على الإرسال مرة تانية وبترجعها سارة، نفس الفكرة بتاعت الكرة اللي عدت والنقطة تقدم النادي الأهلي 7، ودعاء الغباشة على الإرسال 7 الأهلي 6 ديلفي، استقبال إعداد خلفي وحائط صد ولكن خارج الملعب من 8 من حنين طارق، خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي، 8 الأهلي 6 ديلفي، وعلى الإرسال دعاء الغباشي رقم 4، يلا يا دعاء ارسال من اعلى مع الوزن ولكن بيجي في الشبكه، يعني هو كابتن ابراهيم كده اداها تعليمات كده بالراحه بس تقريبا يعني ما تمش تنفيذها بما يكون يعني. 7 ديلفي 8 نادي الاهلي، وعلى الارسال رقم 15 من نادي ديلفي هنا كريم بتلعب ارسال من اعلى استقبال مريم ثروت وضربه ساحقه من ايه خالد رقم 17 من مركز 2 ما بين مركز 2 ومركز 3 وبتجيب النقطه 9 للنادي الاهلي. ايه خالد على الارسال، والدها قاعد خلفها وبيتفرج عليها. ايه خارج الملعب، خارج الملعب يا ايه، 8 ديلفي 9 النادي الاهلي، اهي هي طلعت طبعا ونزلت اكيد الليبرو في تغيير اللي هو التغيير اللي بيتعمل، ارسال من اعلى كده استقبال واعداد وساره بتضرب يا ولد ضربه ساحقه وبتجيب النقطه العشره، 10 الاهلي 8 ديلفي، اهي طالعه ساره اهي وضربت وجت في ايد حاطط الصد، وطبعا هي الليبرو بتاع نادي ديلفي كان ده طالع مع الكره ولكن الكره جت تاتش بلوك في لاعبه من اللي كانت طالعه حائط صد واخرت الكوره شويه فنزلت الكوره قبل ما توصل للليبر. ارسال من اعلى النادي الاهلي ومحاوله مره ثانيه من ميار خليفه وندى وليد وبتلعب الكوره لدعاء الغباشي رقم 4 ومحاوله لانقاذ الكوره مره ثانيه وحائط الصد وكده نقطه للنادي الاهلي زميلتها طبعا
مش عايزين نقول انها بتضحك عليها، او هم يعني موقف كان مضحك شويه ومحاوله كده. اهو بص جت، هي جت في وشها وجت في الشبكه، وزميلتها الثانيه حاولت تنقذها ولكن خارج الملعب. ونقطه 11 للاهلي، ومريم ثروت على الارسال. مريم ثروت رقم 8 معده النادي الاهلي، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، تضرب لاعيبه ديلفي، استقبال دعاء الوباشي، وضربه ساحقه ساره امين مره ثانيه، محاوله كده لزياده الفارق للاعبات النادي الاهلي. وادي مي غزال بتضرب جوه الملعب، نقطه للنادي الاهلي، نقطه 12 اهي طالعه. بص اعداد خلفي من مريم، وطالعه مريم ثروت وبتضرب من مركز اربعه. مي غزال بتضرب من مركز اربعه. مريم ثروت على الارسال رقم 8، جت في الشبكه. نقطة 9 ديلفي، 12 الأهلي، والإرسال مع النادي الأهلي، مع النادي ديلفي رقم 5. خلود حسام وخارج الملعب، والنقطة للنادي الأهلي، النقطة 13 الأهلي، 9 ديلفي، وعلى 11 أو على الإرسال اللاعيبة رقم 11 سارة أمين تلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال ديلفي، ومره ثانيه سما بتلعب، ودفاع عن الملعب من ساره، وحائط صد من النادي ديلفي وخارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. طلع اهي لاعيبه النادي الاهلي اهي مره ثانيه امام حضراتكم، اربعه دعاء الغباشي، وطلعت وضربت الكوره وجابت نقطه، النقطه 14 الاهلي، 9 لديلفي، وارسال مرة ثانية، ومحاولة حائط صد، خطأ على النادي الاهلي، كرة مزدوجة. ووقت مستقطع طلبه الكابتن كسراوي المدير الفني احمد الكسراوي لفريق نادي ديلفي، الوقت المستقطع الاول ليه او الوقت، عشان طبعا في بعض الاخطاء، والاهلي متقدم بفارق 6 نقاط 15-9، وانتهى الوقت المستقطع اللي مدته 30 ثانية او نص دقيقة، ونزلت لاعبات النادي الاهلي. طبعا يعني يشكروا فريق لاعبات نادي ديلفي، كلهم لاعبات صغيره 19 سنه و17 سنه. يشكر الكابتن احمد كسراوي ان هو عمل الجيم اللي فات 25-19، الجيم ده ماشي اهو، بلا نقطه ضايعه من النادي الاهلي. مريم ثروت بتضيع ارسال، 10 ديلفي، 15 الاهلي، والارسال مع ديلفي رقم 7 اهي شيرين تلعب من اعلى، شيرين محمد، وتيجي في الشبكه، محدش احسن من حد. هنا ضيع وهنا ضيع، الاهلي ضيع وديلفي ضيع، وميار راح على الارسال، 16 الاهلي، 10 ديلفي. ادي اهي شروق فؤاد وندى وليد قاعدين بره في الاحتياط، وادي كده كوره جايه في الليبر وتخرج بره، كوره قويه، ارسال قوي من ميار خليفة، وبتجيب النقطة. 17 للأهلي، 17 للأهلي، 10 ديلفي، والإرسال مع ميار. ميار هتلعب إرسال من أعلى، استقبال، إعداد، وفي محاولة لحائط الصد مي غزال وآية، وبترجع اللاعبة رقم 8 من ديلفي، ومحاولة لم الكرة خلف أهو، وحائط الصد، ورجعت مع الكرة ولكن خرجت بره الملعب، ونقطه لنادي الاهلي. 18 الاهلي، ميار خليفه على الارسال، ميار بتلعب ارسال من اعلى، خارج، لا دي جت على الخط، جت على خط الملعب، ونقطه ايس، بنقول عليه ايس احنا، نقطه للنادي الاهلي، والنقطه رقم 19. 19 الاهلي، 19 وقت مستقطع اهو، طلبه الكابتن ابراهيم فخر الدين هو اللي طلبه المره دي. 19 الاهلي، 20 ديلفي. بنقول الف سلامه لسياده الوزير العامري فاروق، ربنا يشفيه ان شاء الله، كل دعوات
الجماهير الأهلوية وأعضاء النادي الأهلي لنائب رئيس النادي الأهلي كابتن أو نقول عليه سيادة الوزير لعمرو فاروق ألف سلامة، وإن شاء الله يرجع بالسلامة إلى بيته النادي الأهلي. ميار خليفة على إرسال رقم 6، استقبال مرة تانية ومحاولة من آية خالد. آية كده بتطلع وبتاخد نقطة، النقطة 20 الأهلي. عشرة ديلفي، 20-10. وميار على الإرسال، وادي ميار بتلعب إرسال مرة تانية، استقبال نادي ديلفي ومحاولة وحائط صد، نفس اللعبة آية خالد ومي غزال بيجيب النقطة 21. الأهلي اقترب من الفوز بهذا اللقاء وتصدر المجموعة الأولى 9 نقاط، لأن طبعا هو كان الأول ديلفي كده، الأهلي يبقى ليه 9 نقاط من 3 فوز متتالية على أصحاب الجياد وعلى ديلفي وعلى وادي ديلفي. حائط بتيجي في الشبكة والنقطة رقم 11 لديلفي، 11 ديلفي، 21 الأهلي. إرسال من ديلفي رقم 9 من نادي ديلفي، تلعب الإرسال، إرسال من أعلى ملك حسام، ومحاولة كده من مي غزال ولكن الكرة خارج الملعب، خارج الملعب من مي غزال، ضربة ساحقة والنقطة 12. 12 ديلفي الأهلي 21، والإرسال مع ملك حسام تاني. وكده استقبال آية خالد وضربة ساحقة من دعاء الغباشي وفكت الكفر بتاع الحائط أو اللي هو اللي مربوط عليه الشبكة أهو، الحكم التاني بيربطه أو هي عبارة عن لزق، ده الحائط الحديدي اللي هو مربوط فيه الشبكة. إرسال مع مي غزال والأهلي 22-12 ديلفي. مي على الإرسال، بتلعب بقى إرسال من أعلى كده مع الوزب بالشياكة وبحلاوة كده بقى، استقبال تاني من ندى وليد شروق ومحاولة ضربة ساحقة من دعاء الغباشي. عفوا، 23 الأهلي 23 الأهلي، 12 ديلفي، والإرسال مع النادي الأهلي. الشوط الثالث، مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي وديلفي في الأسبوع الرابع من مباراة الكرة الطايرة من موسم 2023-2024، والنادي الأهلي 24-12 ديلفي. واقترب هذا اللقاء أو هذا الشوط من الانتهاء. مي غزال على الإرسال، إرسال من أعلى وعش، وادي النتيجة 25-12، وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الأهلي 25-12، ويفوز النادي الأهلي بهذا اللقاء 3 أشواط مقابل لا شيء لنادي ديلفي. الشوط الأول 25-16، الشوط الثاني 25-19، الشوط الثالث 25-12. وتحياتنا لي أو ألف مبروك للنادي الأهلي، الفوز الثالث على التوالي في دوري الكرة الطايرة في الدور الأول في الموسم 2023، وألف مبروك للجهاز الفني كابتن إبراهيم فخر الدين، ودايما كده في انتصارات مع النادي الأهلي. مرة تانية بنحييكم من قناة النادي الأهلي ومحبي، وتحياتي لكل محبي كرة الطايرة في النادي الأهلي، محدثكم دكتور مروان صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.